مرحبا بكم في عبد الله. ليا مدة حكيت لكم على جو كواليتي كويز نتاع اوي ليبيا. لانسينا جو برشا عباد شاركوا برشا عباد بعثوا دي اس ام اس. واليوم الريزولتا وباش نستقبلوا كات غانيون باش ياخذوا دي بري حلوين برشا. دخلونا لي غانيون عايشكم تاع اوي ليبيا. تفضلوا تفضلوا. فوالا مرحبا تفضلوا اقعدوا. مرحبا بكم. باش تشوفوا اللي الربح اليوم من الوزن الثقيل. مرحبا. تعرفوا بعضكم ولا تعرفتوا على بعضكم في الكواليس؟ باهي سيدي باش نعطيكم لي دو غانيون اللي ربحوا دو فواياج روسيا للكوب دو موند. انت هاشم. هاشم المالي. كيف صارت سمعت فرشت في لا مشيت للكيوسك سبيت ليسونس جاتني واحدة قالت لي عمر في التابلات عمرت طلبوني بعد ثلاث جمعات ربحت. شكون اخر ربح فواياج روسيا؟ سيف سيسا سيف البجيو منزل بورقيبة. منزل بورقيبة تحية خاصة المرج بمنزل بورقيبة. اسمع فينا كيف مشيت للكيوسك عمرت اش عمرت؟ بالتابلات قالت لي سبيت سبيت اش عملت في الكيوسك؟ سبيت ليسونس. اي داكور هيك كلموني قال لي ربحت فواياج روسيا. تنجيوكم انتوما زوز من بعد خنشوفوا هما اش ربحوا. ربحتوا دو فواياج روسيا. خلنا نعطيكم لي فواياج بتاعكم من توا. فوالا هذيا هذيا الفواياج بتاعك هذيا معناها السامبول دي فواياج. من بعد هما تا يعطيوك فواياج كامل روسيا. هزها معاك روسيا راه في روسيا رجعوك هذيا. فهمتي شو تعاركوا بعد بابا فكري طياتي وكجو هذاك. وانتوما مبروك ساعة تحيه خاصه اليوم. فرحانين باللي فواياج بالحق؟ ليه خاطر فما يقول لك ما نحبش نمشي كوب دي موند معناها نستحلم مش تمشي روسيا كوب دي موند. صحيح حذرت روحك تكلم في الميكرو صاحبي سيلش بتبقى فرحانه. حذرت روحك روحك اصحابك قالوا لك صحه ليك وكجو لا مازالوا ما في بالهم اصحاب تو عاد شرجوا فيك سي خطوه تنبيرات في القهوه والدنيا كلها. ملا رميرسي اوي ليبيا على الفواياج هذايا فرحتكم. وتوا باش ندخلوا عاد الوزن الثقيل الثقيل. انت بشرى دربالي. بشرى دربالي قلنا بالضبط ربحت معانا تويوتا ياريس. ربحت معانا كرهبة تويوتا ياريس ربحتها مع اوي ليبيا. زاد ما نسيناكش يا كرهبتك. ميرسي. لا العباد يمشيش يظنوا نفضلك وهدينا لها هذية. هذية السامبول لكن عندها سامبول متاع الكرهبة مش كرهبة سامبول. هذية السامبول متاع الكرهبة لكن انت ربحت كرهبة بالحق تويوتا ياريس من اهداء اوي ليبيا. مبروك عليك. احكي لنا على الافونتير دو باساج من قدام الكيوسك نلقى افيش بعثت ترواز اس ام اس خطفت من با سبيت ليسونس على ما صدقتش راهو كيكلموك بعد شهر ونص كلموني ما صدقتش بالحق وتو مصدقه اللي انت هنا في عبد الله شو تايم والدنيا. مبروك عليك الكرهبه وان شاء الله رمضانك مبروك. عيدي عاد الكرهبه والدنيا معلم انت اللي قعدت هذا دبرها تدبيره ما نحكي لكمش هذا. فيت انا شفت لافيش ببليسيتير وانا في التران متادي هبط تونس وبعثت 9 اس ام اس. 9 اس ام اس انسرت مامو ما قلتش بعثت لسباش لو ثاني ما عنديش ازهر وكالدنيا و... سي في الديبار قلت هكاك مي وبعد صار قلت بعد كلموني وقالوا لي راك ربحت معنا البيكاب بيجو. ذكرني باسمك سهيل. سهيل الزين. وي منين انت؟ حمام نلف. حمام نلف تحيه خاصه لحمام نلف. شنو الكادو نتاعك اسمعوا مليح؟ بيجو بيكاب. بيجو بيكاب مبروك عليك. ما انت قريت لك حسابك صاحبي. لا باهي يا خويا. بيجو بيكاب من اهداء اوي ليبيا صاحبي. دو فواياج روسيا بيجو ياريس. ميرسي بوكو رمضانكم مبروك. ميرسي اوي ليبيا. ميرسي اوي ليبيا. اقعدوا غاديكا وتوا كالعاده باش تعداو الاوي ليبيا مع الاو اكسبير ولطفي العبدلي في اوتو ايكول. فما فينومين اليوم باش تشوفوه راجل كبير عمره اكثر 200 سنه باش يعدي البرمي عند لطفي العبدلي باش تعلم السواقه. 3 دي نسكل امشي تفهم الحكايه.
I love you. I want to see you. آه يا حاج فجعت يا حاج تفضل شبيك فجعتني. سلام وليدي نقلك اليوم انت عم مصفى باش تعلم هاي تفضل حاجات العاي ترش كيفية يا حاج يغزر قدامك واطلع في الكرسي وحط السنتور وليدي هيني السنتور سبتة يا حاج سبتة يا حاج وسمحني طو انت علاش تحب تعلم تسوق على خاطر يا وليدي عيد ميلاد تعمرتي هني في ثنين 50 سنة عرس من هني في ثنين نحب نمشو حمامات نعملو جو شوف هاي حاج تعيش كيفية يا حاج يا يا حاج بيه وقفت الكرمة يا حاج ألو وكسبير رسل عليك أنا ألو وكسبير أنا ذاك معاش أني ريتك معاه في التلفزة وانت سايب يا حاج ألو وكسبير برس أمك يجاني كرب عم بانساج توفش ترسيلي جاي كان من راس النهج هاي هاني جاي هاني جاي ديما نقول لك يا لطفي اعمل بلان صباح قبل ما تهز معك كليون اون بلوس ستاسيون ليبيا خطوه بحذاك تعرف اللي كي تعمل ديما بلان اوبتيميوم ايكو بلوس يمشيك اكثر ويبدا بالك مرتاح يا اكسبي يا الحاج قد تعمل كرم يا ربي علاش يا ربي العمل عملت لي قلت لك دبر لي خدمه ما تحطيش وتايكون جابت لك يا اكسبي هكا يا لطفي ديما بعمايلك وكما شفتوا حلقة متميزة وبرشا ربح برشا ربح ربح دو كاليتي ما تنساوش زادة غدوة نهار لحد عنا باش نتقابلوا مع الاو اكسبير ومع لطفي العبدلي في اوتو ايكول بتاع اوي ليبيا مرحبا بكم رجعنا مع عبدلي وتوا الضيف بتاعي اللي باش يدخل ربي تستر لا تاكل بعضها خنيفري كي نقول ربي تستر لا تاكل بعضها خنيفري اليوم معنا ان جرون تاكتور من وزن الثقيل عامل بعميل وفي رمضان السنة ولد المسرح ولد السينما ولد التلفزة وتألق تألق خاص السنة في شورب معز القديري والله عندك لا عندك لا عمار سي عمار عندك تفضل سيدي باش تعاونك نحب تحيه خاصه لمعز القديري والله بالحق ميرسي بوكو فوالا شنو احوالك معز صفا صفا الحمد لله كملت التصوير ظهر لي كملنا كمل ظهر الشيء لحيه ارتحت منها كشلاغم هكا كي الفولون والدنيا امور تعرف احساس خاص كي الصباح تجي تنحي في اللحيه كل اللي رجعت لحياتك رجعت للمندوق رجعت للعالم اي فهمين هذه خطر لا معناها تنحي اللحية ترجع المندوق فقت اليوم اللي كنا تحت بريسيون ضغط كبير ياسر كنا تحت بريسيون اليوم كي تنحات اللحية ويخزر رجو العبد في المراية يحس روحه اللي كان في مندوق كان في لابيرانت كبيرة في بريست اليوم فقت بالبريسيون اللي كنا عايشينها بوندون تورناج معز مش معناها كي تقول لي اليوم فقت بروحي كنت في ضغط كبير ياسر عملت برشا مسلسلات عملت بطولات عملت برشا حاجات لا مش كيف الاكسبيرينس بتاع شورب اكسبسيونيل من نواحي الكل اليوم راكي تقول علي شورب راك تحكي على شخصيه اسطوريه موجوده في تاريخ تونس اللي عاشرها يعرفها واللي ما عاشرهاش سمع عليها وبرشا روايات وبرشا حكايات اليوم انك تختار الموضوع وتختار الشخصيه هذه وتجي تجسدها مع شخصيات رك تلعب اختر معناها خاطر مسؤوليه كبيره ما عليش ورب ما تنجم كان يا تنجح يا تدقدق كرايمك معناها خلينا نقولوها بصراحه معناها يا العباد تحب المسلسل وتتبناه كما كنا نحكيوا قبيله في الاوف ومتاحهم المسلسل يمثلهم خاطر اليوم النجاح نتاع شورب لانه يمثل التوانسه لانه ما نحكيوش في حكايات غالطه نحكيو على تونس على المدينه على الزنق العربي على حوم على الرجله على المبادئ اللي موجوده القاوة التوانسه الشيء هذاك صحيح فتماهوا مع المسلسل فقبل ما تدخل في الاكسبيرينس هذه احنا نعرفوا لي كونسيكونس اللي جايين يا ننجحوا يا هذاك علاش معز انت تو كولد المسرح ولد التلفزه وعملت اعمال ناجحه معروف معناها انت وليت ميزاني معناها اليوم يوليو يعيطوا لك في مسلسل
باش تكون معناها موجود من الأبطال المسلسل وشفناك في برشا أعمال. ما خفتش من البوليميك عايتولك في دور عمار في مسلسل تاريخي كالكوبار معناها تحب ولا تكره، يحكي على حقبة معينة زمنية معينة على بلاد على ربط كما قلت أنت. ما خفتش ليكون مثلا يدوروا عليك ما سبوكش العباد ما لموكش؟ حكينا بالرسمي. لا الحمد لله، معناها المسلسل لقى نجاح كبير، وانت تتذكر اول ما قعدنا ونحكي وقت شنو قلت انا، قلت راهو سيبيان اللي بدينا نخمو في رمضان 2019 تو على بكري. نتذكر قلت لي لا راهو رمضان السنه، قلت لك لازم نكونوا مهبله باش نخدموا المسلسل في 6 جمعات. وقت العباد بدات تعمل في المونتاج احنا الكاميرا دارت ديجا عباد تمنتي، بدات العباد تعمل في المونتاج نتاعها خلافة منتي الأخرى اللي جاتهم خلافة منتي دونك في 6 جمعات قبل رمضان تبدأ تصور في مسلسل بالثقل هذايا. هي مش أنا على المسلسل وعلى البرودكسيون، نحكي لك على الموضوع بيدو، على الشخصية اللي جديدة. على الموضوع أي عمار شخصية صعبة برشا. عمار ما هوش شخصية نمطية تعرضت لها قبل ولا خدمتها، شخصية اللي سي الانتاغونيست اللي محطوط في كفة واحدة في الميزان بينه وبين علي شورب، يطيح عمار يطيح شورب يطيح شورب يطيح عمار، مربوطين ببعضنا حبيت ولا كرهت معناه. وما تسمحش لروحك اللي انت مادام عيطولك كما قلت انك ما تعطيش للميتين في المية متاعك، خاطر احنا في المسلسل فما دليل المفتاحي جمال مدني لطفي العبدلي معز القديري صلاح مصدق دليل المفتاحي، كل واحد نتصور من مكانه دافع على المشروع. علي شور ما هوش مسلسل، انا عمري ما نقول اللي علي شور مجرد مسلسل، علي شور مشروع كامل اللي الناس امنت به، وهذاك علاش تعمل في 6 جمعات. اي لكن ناس لامت، ناس ما عجبهاش، ناس قالوا فما عنف، ناس قالوا معناها مش لازم تردونا باندي اليوم بطل. انت كرجل مسرح يعني انا مش نقول لك كلمه واحده، لا ترمى بالحجاره الا الاشجار المثمره اول حاجه. وساعات كيما نلقاو ما نقولوا على مسلسل تخرج التعليق من نوع هذا، على خاطر فما خلط كبير ما بين دوك فيكسيون وبين مسلسل. احنا ماناش عاملين وثائقي على علي شور، احنا مستمدين شخصية علي شورب اللي هي رمز إلى برشا مبادئ كانوا موجودين في الوقت هذاك، وعودة إلى تاريخ تونس اللي هو تاريخنا. معناتها اليوم أنت كي تشكك في الشخصية علي شورب وتنعت علي شورب بأنعات ونعوت لا أخلاقية، خاصة أنه عائلة علي شورب مازالت موجودة وأقارب علي شورب مازال موجودين والحلفوي وباب السويق موجوده. اليوم دخلنا يعني في منعرج خايب ياسر نتاع منافسه. المنافسه الشريفه تكون بالخدمه، المنافسه الشريفه تكون تقبل انك تخسر، تقبل انك فما مسلسل هو اليوم رقم واحد متصدر نسبه المشاهده، التوانسه حطوه رقم واحد مش الناس اللي خدمت فيهم، احنا قدمنا منتوج حطوه التوانسه رقم واحد. اغزر ويمش نبعد معك اكثر معز، انا اليوم باش نحي روحي كومبليتمون بالحق راهو. خلينا نحكي بصراحه. لا انا باش نحكي بصراحه، باش نحكي زاده من منطلق لاني لطفي العبدلي يمثل في علي شورب لا حد شيء. معز تقال انه مثلا الكاستينغ غلط، وانه برمي الناس اللي كانوا ينجموا يعملوا علي شورب الرسمي وهو قدام الناس الكل، وجاوب كما انت تحس بالحق. قالوا فما لطفي العبدلي، فمش اوروزمون مش ناس الكل، لكن فما ناس قالوا لطفي العبدلي ما يجيش علي شورب، ماهوش كباري علي شورب، شكونهم اللي يجيو علي شورب؟ فتحي لداوي، فما شكون قال فتحي لداوي، فما شكون قال عاطف بن حسين، وفما شكون قال شادي العرفاوي، وفما برشا قالوا معز القديري حقه هو علي شورب. هذا الموضوع تكرر برشا مرات. وسيسيور راوت قالت لك، سيسيور راوت في ليزانترفيو. علاش مش انت علي شور؟ لا باش نجاوبك بصراحه. اول شيء انا قلتها وجاوبت، انا اليوم نعاودوا نرجعوا ويتقدم السيناريو اليوم ويقول لك تفضل تخدم علي شور، انا ما ناخذش الشخصيه هذيك على خاطر في الوقت اللي خدمنا فيه صعيبه ياسر الحكايه انك باش نجم تنجح. وقلت لازمك تكون مهبول كما لطفي العبدلي باش تقبل المغامره هذيك، انت عندك جراه وهبال انا نتصور ما عنديش توا في المرحله هذه باش نقبل اني نجازف بكاريير كامله في شخصية في 6 جمعات باش تخدم شخصية كل واحد عنده ليها هذا تصور. هذا علاش انت ما تجيش علي شور؟ لا لحظة بركة زادة، كل واحد عنده تصور لعلي شور. التصورات المتعددة لعلي شور خلت انه تقول معز القديري علي شور، عاطف بن حسين علي شور،
شاد العرفاوي علي شورب، لطفي العبد اللي علي شورب، لأنه كل واحد عنده علي شورب راهو ما هوش شخصية، علي شورب راهو رمز ولا حبيته نتاع رجولية نتاع ولد الحومة اللي يحب أمه اللي يسمع كلام أمه اللي كذا. دونك علي شورب شخصية متخيلة، وكل واحد حسب كيما تخيل هو شورب يحب يراه. فهذه الإجابة اللي عندي أنا. ثانيا، إذا أنا ناخذ شورب شكون باش يخدم عمار؟ أنا ما تقدوش ما تقدوش لا سامحك بالحق. خليك في شورب وخليني في عمار، هكاك باهيين باهي معز. أبار أنت اليوم تعيش في نجاح كبير ياسر زادة معناها، وأنا نحب نقول حاجة ممكن ما قالوهاش للميديا، خاطر أنا نشوف كارير كم نتاع ممثل ما نشوفش دور. أنا نشوف اللي عمار بتاع علي شورب قتل زاك. هو بصراحة لا هو قتل ممكن يقل قتل كلمة كبيرة، أما تعرف أنت تعرفها وعشتها برشا مرات الحكاية ذي، كي تنجح في دور قد ما تفرح بنجاح الدور قد ما بعد يولي الدور هذاك يقلقك في الاستمرارية، على خاطر تعطات عليك تصويرة اللي صعيب ياسر تخرج منها، وفهم ممثلين عدوا كارير كان ما نجمش يخرج من الدور متاعه. نجحت بيه نجاح كبير ياسر زاك. زاك أربع أجزاء وأنا نعرف الأخر وقت، وحتى نخدموا من بعضنا في برشا حاجات، العباد مازالوا عيطوا لك زاك حتى بداية التصوير في شور احنا حتى الفريق متاعنا في أول حتى في زاك. زاك أنا بدي نعيط لك زاك. زاك في أول التصوير من بعد تولي أن شالنج، لازم زاك شخصية نحبها برشا، وشخصية أثرت فيها وأثرت فيها وعاشت معايا فترة في كاريري، لكن لازم يجي الوقت اللي تمر حاجة أخرى. من الأشياء اللي شجعوني على شورب هي شخصية عمار، من اللي خاطر شخصية عمار نجم تشبه لشخصية زكريا الفاني شهيرة زاك، خاطر الزوز أشرار، الزوز غامضين، الزوز. لكن التحدي كان غادي كيفاش تنجم شخصية تشبه لشخصية زاك أما تبعد كومبليتمون، كان التحدي متاعي غادي في الأداء، لازم يكون أداء مختلف. عجبك في رول عمار؟ علاش قبلت؟ أنا أكثر حاجة عجبتني بعد ما بدأوا الحلقات الأولى أنه ما وقعتش حتى كومباريزون بين زاك وعمار، أن الناس كل قالوا في شكل مختلف. لا لا فهمتني، عجبك في عمار؟ شخصية عمار شخصية غامضة، شخصية تجمع كل المبادئ متاع الرجولية متاع الحومة، وممتون عندها لراج من داخل اللي هو زاد مستعد متناقضة، شخصية متناقضة. شفناه في برشا شوي سبوتية زاد فما برشا، شفناه في برشا ما تفهموش، معناتها يمشي يرجع النصبة لأم شورب ومن بعد يقول لا راني رجعت النصبة على خاطر نحب نبين روحي أرجل من شورب، يمشي يضرب لانجر اللي تغر شورب ومن بعد يقول لا حبيت ناخذ بثار شورب اللي ما نجمش ياخذه. وفي حتى في كلامه هذاك كان كممثل اللي خدمت الشخصية نحسه متناقض، ما هوش عارف روحه بالضبط شو يحب. زيد فما العلاقة الصداقة اللي بينه وبين شورب اللي هي مأثرة اللي اعتمدت عليها في الأداء بصفة كبيرة، أنه ديما نرجع نقول راهم كانوا صغار وكانوا صحاب في الصغرى وعاشوا في حومة واحدة. تنجم تكون خايب ياسر مع شورب لكن فما جانب لازم يقعد موجود، وكأنه عمار شخصية بتحب شورب بالنسبة لها سيان أوبستاكل اللي لازم يقضي عليه باش ينجم يحقق الوجود متاعه في الحومة هذيك. مازلنا بنشوفوا احداث كبيره ما بين عمار وشورب؟ كلتي ما تعرفش معناها؟ لا مش ما نعرفش، انا قلت لك ما نجمش انا نكون اليوم مازال هو اليوم عندي انا بدا المسلسل في الاربع خمسة حلقات الاخرانيين اللي هما باش يكونوا في نسق تصاعد كريشاندو كبير ياسر، برشا حاجات ينجموا يتوقعوها الناس باش يكون مخالفه للتوقعات نتاعهم في الاحسن، وليزيفانمون باش يكونوا قويين ياسر، وخاصة انه الحلقة الأخيرة اللي أنا نتصور اللي هي باش تكون حلقة كبيرة ياسر، ومنحبوش نحرق المسلسل، لكن برشا إجابات باش تجي في الحلقة الأخيرة. عندك شفتك منفوخة من هنا هذيك في أثناء التصوير، نحب نشكرك على السوفينير. شنية؟ السوفينير اللي خليتولي معناها بعد التصوير. تربي التصوير على شفت تربي زوميلي زوم على شفت معز شفته منفوخة. دونك لطفي العبد اللي ما حبش نكمل التصوير. لا سيريوس بو سيريوس بو انت تعرف اللي هو في المشهد الاخير اي حكينا خط قلت لك انا تو احكي معايا كمناشط انساني مانيش لطفي العبد عملنا مشهد انت وشكون مهم ياسر مع لطفي العبد اللي ممثل اللي يمثل في شورب اي الممثل اللي يخدم في شورب فتخمر الممثل بغير قصد طبعا اما كان مشهد حلو على خاطر اسمعني انا الشفه منفوخه ما انت فم المعده ظاهر زاد ما تقلق شويه لطفي العبد اللي قال لي انت ضربته ضربات خايبين زاد فم المعده زرقت له معز
مش مشهد الوحيد اللي عملته انت مع لطفي العبدلي عركه، عندك مع عبيد اخرين تعاركت، فما صار ضرب بالحق فازيت بعد ساعات. لا 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 لا، اول لكمه تاكلها، اول لكمه في حياتي في تغششت ابدا. لا سيريوزمون، لا لا ذكر كيتاش بسال لطفي تقول له لا ما قلتش بالوقت رجعت بالوقت، هما ثلاثه بنيات في فم المعده ما كاو ما تغششش ثلاثه بنيات في فم المعده عدينا على انها الغالب وكاو. لا ما يقصدش هو لطفي العبدلي، خاطر هو فيه تكنيك الضرب، فما فريم صغير نتاع روتار نتاع تدويره الوجه، ظلام وظلام الدنيا وكذا، دونك كان مفروض ان ندور وجهي اكثر اسرع شويه، دونك تعديت كريديبل كريديبل، كنا مستحقين الدم احنا بين المشهد والمشهد. يا اخي هبط دم بالحق. سامحني نسالك سؤال اخر، توا في المسلسلات الاخرانيين اللي شفناهم علاقتك خايبه مع لطفي العبدلي كموكايا، يا انت اللي اختفت صادق محواشي يا عمار اللي هو نهار كامل هو علي فرشخوا في بعض، علاقتك في الدنيا مع لطفي العبدلي صراحه؟ علاقتي مع لطفي العبدلي بدات في 98 نتصور، وكنا وقتها نتقابلوا في فضاء تياترو ونتفرجوا في المسرحيات، بدات العلاقه الصداقه الى اليوم هذا. ولطفي العبدلي انا انسان يلزمك تعدي برشا وقت باش تعرفه من داخل شنو هو بالحق، على خاطر ينجم يظهر لك تقول عليه اللي تحب اذا ما تعرفوش، لكن من داخل من داخل هو انسان حساس وفنان ورقيق، واهم حاجه صاحب صاحبه ورجل. كان لا 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 علاش تجاوب انت منشط؟ لا لا كنت باش نقول له انا عندي الانستغرام نتاعو تنبعث. انت منشط خليك خليك تو انت كاستاذ مسرح حاضر ما نقولهملوش هذا. لا لا نعرف، خليك انت كاستاذ مسرح تو عندنا وليد باش يدخل يعمل ستاند اب نتاعو سيف عمران، وباش نقيموهم بعد ما بعضنا ولا نقعدوا. سيف عمران التلفزه في رمضان حاجه قويه برشا، انا في رمضان تفرج في كل شيء في التلفزه ابارتير من برامج الطبخ. مرحبا بكم الناس الكل في بون ابيتي، معايا انا الشيف منصف يجي يقول صحه يقول سدف. اليوم باش نطيبوا لكم فيلي او بوف. الفيلي نتاعنا يتكون 50 غرام كرومو، 60 غرام فرومو، 70 غرام زرومو، نحطوا زرومو في الفور، نحطوا كرومو في الميكسر، ونحطوا الفرومو في القلايه. واللي ما عندهاش قلايه تنجم تحط في قلبها وتشري قلايه. امي تبدا تفرج من الاربعه للسبعه نتاع العشيه وتطيب، في الاخر تطيب لنا كسكسي وشوربه وبريك. الجمعه الاولى كسكسي وشوربه وبريك وكسلايت اللي ما ياكلهم حتى حد، الجمعه الثانيه كسكسي وشوربه، الجمعه الثالثه كسكسي وبريك، الجمعه الرابعه كسلايت اللي ما ياكلهم حتى حد، امي تجبدهم وتوكلهم لنا. ليله العيد حكايه اخرى، ليله العيد امي ما تطيبش، تشري طزينه ملصوقه تمشكيها وتجرينا كل واحد كعبتين كهو. ابار برامج الطبخ فما بيان سور مسلسلات، واكثر مسلسل شدني سنه هو بالطبيعه مسلسل شورب. وشورب شدني خاطر حسيت شورب يشبه لي. سي شبه لي، علاش شورب يشبه لي؟ زوز كلينا برشا ضرب، زوز كلينا برشا ضرب، هكاو يشبه لي كان في هذه هكاو. شورب دارنا كل داير يتبعوا فيه، ودارنا وقت اللي يتبعوا مسلسل يتاثروا به على الاخر، يعيشوا به في الدار. البارح مازلت ربع ساعة على الفطور، الطاولة ما فيها حد شيء. مازال ما فيها حد شيء، مشيت لأمي قلت لها وين الفطور؟ قلت لي 25 ثانية يكفيوني باش نحضر طاولة الفطور. مشيت معاها الكوجينة باش نعاونها على البريك، نكزت عليها أختي، قلت لي عيب كي تجبد البريك، وعيب كي ما تعرفش تخليه. بابا زاد تأثر بعليش ور، بابا تأثر بالمسلسل، لكن تأثر في حاجة برك اللي هي الفالور، القيمة متاع الفلوس في الوقت هذاك. مد لأمي 2000 قال هذايا مصروف رمضان، جاه الملاك مد له 3000 قال له هذايا كري 3 أشهر. بابا زاد تأثر بتاج الحاضر، ليمات مهيج لحيته في الدار، يدور برب دو شومبر واندوات زعما باي، واللي يعيط له بابا يعطيه كف، حبنا نعيطوا له سيدنا في الدار. خزر لأمي قالها منان طيب زوج شادليات وجاني القشله حشتي بيك. قالت لأمي اش معناها قشله؟ قالها قشله معناتها طيب زوج شادليات وجاني الصالح حشتي بيك. من اليوم امك ما عادش حبراها في الحاضر، اما كانش سايب عليها امير الله يولدك، يجيب لها زوز عساكر زواو ويرميها في الكراك. خزرت له امي قالت له سيدنا افانتي نقز خويا الصغير، نقز خويا الصغير، خويا الصغير عامل الناراتور في الدار. اللي ما يخافش من 100 راجل ويخاف من مرته ما تخافش عليه. ميرسي بوكو. أه
كما شفنا لي جون كي ظهر لي معز عندك فضاء خاص انت قاعد في ما نعرفش فيه ورشه فيها ناتوليه دو 77 هو سي مركز تكوين ممثلين خاص فيها دي زاتوليه دو فورماسيون دو كوميديان على طول العام فورماسيون كونتينيو معناها على طول العام توا اكطوالمون احنا نحضروا في لي بروجي دو فاندانيه نتاع تاع التلامذه اللي عندنا في الاسباس باش تعرضوا ان شاء الله في اخر شهر جوان وكاو نجم نقولوا المعز يحب ياسس المسرح نتاعو ويحب يعمل ايكول يحب هو البروجي كان نتاع التكوين نتاع الفضاء هذا انه المسرح ما يلزمش يقعد حكر على علينا احنا المحترفين وتقعد علاقتنا مع الجمهور انه علاقه انك تقص تسكره وتجي تفرج فينا في المسرح فوق من الاوقات يلزم المسرح يخرج زاد للشارع ويحل بيبان ما يقعدش مسكر على الناس ممنوع انه خاطر المسرح ابو الحريات ماهوش ابو الفنون كهو هو ابو الحريات الكل اهم حاجه لا كوميونيكاسيون انك تتواصل مع الناس دونك المشروع احقاق للحق هو اول ما بدا به توفيق الجبالي في تياتر ستوديو عام 2001 اللي هو كان مشروع مهم ياسر ومن بعد حلت فضاءات خاصه جديده ومشروعي الشخصي كان انه اليوم لازمنا حتى كان ما نربحوش ممثلين محترفين واليوم محترفين في نهار اخر خاطر اللي يقراوا هما توا مشاريع نتاع ممثلين باش يكونوا صادقين مع انفسنا نربحوا دي تخي بون سبيكتاتور خاطر اللي يقرا في اليوم في الاسباس 77 ولا في الفضائيات الاخرين ولا زاد عند نحبوا نبارك لصاحبنا اخونا توفيق العايب اللي مازال كيحل الفضاء بي اكتر في المنار الناس هذوما اللي يمشيوا للورش هذوما نتاع المسرح مستحيل غدوه انه يمنع ولده ولا بنته انه تمشي تعمل مسرح على خاطر يفهم شنو هو المسرح بالحق يفهم شنو المسرح سي فيزيون دو فور لو موند يفهم اللي المسرح الادوات الوحيده اللي عندك هي شخصيتك انت نفسك معناها يعرف اللي المسرح ماهوش احفظ نص واطلع قول المسرح راهو ثقافه ومسرح بحث الذات وبحث ورؤيه للعالم و و و و والحاجات المزيانه اللي تعلمناهم في المسرح الكل دونك المشروع اليوم قاعدين نثريو في المشهد المسرحي بناس تعرف شنو هو المسرح بناس ولا تمشي تفرش في المسرح بناس مستحيل غدوه كما قلت يمنع ولده انه يقول نحب نعمل مسرح وهذا واجبنا خاطر كيما نجموا نرجع للسؤال كيما نجموا نربحوا في فضاء 77 من بيبينير دو كوميديان علاش لا بعد 3-4 سنين اللي نكونوا لا كومباني 77 اللي باش يكونوا ممثلين قارين ويتعاملوا معاهم في مشاريع. معز انت اليوم كرجل مسرح وكانسان يعني توجد في التلفزه من سنوات شنو تقييمك اللي قاعد يصير؟ اسكو الدراما التونسيه قاعده تقدم؟ شنو اللي ناقص؟ شو صار في رمضان السنة؟ هل فما ناس حبوا يضحكوا ضحكوا؟ هل فما ناس حبوا يبكيوا بكيوا؟ هل فما نيسونس دو نوفيل ستار في الكوميدي ولا في التمثيل؟ وإلا رجعنا بالتوالي هل فما إخراج؟ فما ذو؟ فما اليوم نتصور اللي فما نقلة نوعية صارت في رمضان 2018 أول حاجة العودة للتاريخ حاجة مهمة ياسر اللي ما عندوش تاريخ ما عندوش حاضر وتصالحنا شويه على الاقل من خلال مسلسل شور مع الجمهور التونسي ان اليوم ولينا نحكيوا على تونس الحقانيه معناها اليوم نحينا اللي تابوه الممنوعات خلينا نحكي على مسلسل شور على خاطر كي نحبوا نقيموا التجربه ونحكيوا عليها ما خيرش من ماليها يحكيوا عليها في الجانب التقني والاهداف باقي عجب ما عجبش هذاك من حق الجمهور كل واحد عنده راي على الاقل خلينا نوضحوا علاش شور علاش شورب على خاطر اليوم كسرنا التابوهات نتاع اللي ما يجيش وما يتقالش وما نحكيوش عليه وشكونوا باش نحكيوا عليه لا اليوم راهو لازمك تحكي على كل شيء اذا باش تقعد التلفزه التونسيه حصيره معناتها محصوره في البلوتو في لي تابو والسنسور وسورتو لوتو سنسور عند المؤلفين والسيناريست ما نقدموش ديما نوليو نعطيو في الواقع مزركش ونظيف ومحلاه ونعطيو في إليزيون نعطيو في الإليزيون للعباد فهم برودوي كونسومابل لا أكثر لا أقل أما اليوم كي تقول هذه تونس وها وإحنا كيفاش كنا نعيشوا وها شنية كانت المشاكل وها الوضع والمناخ السياسي وقتها وها وش كانوا يقولوا ما غير لا تزيين لا تزويق لا محاولة لأنك تتصور صورة إيه لكن شورب ما هوش 100% حقيقة كما هو في الدنيا ماهوش حقيقة لكن زادة ماهوش مجمل ماهوش ما فماش عملية رتوش ومعناها أول مرة ظهر لي في الدراما التونسية ندخل للحوم بالحق
كنا حتى كي نحكيوا عليهم نتحاشاو، والا فما مشاهد اليوم فما العرق فما البنيه فما كي تحكي على حومه كنا ياسر الحومه ياسر مزيانه ومحلاها ويقولوا كلمتين ويمشيوا على روحهم. اليوم فما البنيه فما العرق فما فما نطيح لك باش فما الجارغون فما الحكايات اللي كانت تتقال، فما برشا حقيقه في الفيكسيون. اش تقول اليوم للناس اللي يقول لك بشور بذايا اليوم تعلموا في ولادنا في السكاكن، تعلموا في ولادنا في الضرب، تعلموا في ولادنا في البنيه؟ انت منك استاذ مسرح وتقري في الاجيال وعندك هكا تقول انت اون ريسبونسابيلتي انفير لو بوبليك وفير تي 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 زيليف وميم طون شوفوك سيت سكينه وتتعارك وبنيه وتضرب في مرتك وتعلم في العباد في العنف مثلا. هذاك انت تعرف اللي فرق بين الشخص والشخصيه اكيد اللي فما فرق وهذاك دور ولازم تقوم به. ثاني حاجه المساله مغلوطه هذه، خاطر اليوم ما فماش كان التلفزة وأداة التواصل، اليوم فما الانترنت فما الفيسبوك فما إذا نحكيه عن عنف فمانا نحيه الأخبار وقتها، حتى الجرائم اللي تصير في الأخبار الكبيرة معاش نقولوا عليها على خاطر ينجم حد يقلده، نحيه الجرائد صدى المحاكم صدى المحاكم نحيه زادة خاطر قبل ما تولي فما مسلسلات ودراما ديسان أنيمي فيه عنف ديسان أنيمي فيه عنف كبير ديسان أنيمي لا وقتها. شوف صحيح التلفزة عندها تأثيرها لكن فما تيليكوموند فما صغيرك راه موش تتفرج بالسيف وفما حاجات اللي دور الوالدين دور الوالدين اللي تعرف اللي شفت الحلقه الاولى والثانيه دونك تعرف اللي راهو تعرفش تعمل في دارك اول حاجه. ثاني حاجه اللي راهو خلي ولادك مثلا انت عمرهم 4 و8 و5 سنين يتفرجوا في شرب. انا ولدي عمره 4 سنين ما مانع انه يتفرج في شرب على خاطر مش باش يفهموا اولا وثانيا الامور شخصيه ما فما حبش كونفيزيون توقع بين صوره ابوه وصوره الشخصيه اللي راه فيها خاطر في عمر هذاك تنجم توقع له كونفيزيون. معز اعطيني اقوى واحسن مشهد في شرب مثلته والا تفرجت فيه قعد راسخ في ذهنك ومش بتنساه كانسان شارك في العمل هذا؟ هو برشا مشاهد تو انت كي قلت لي انا ذكرت برشا مشاهد. انا فما زوز ولا ثلاثه مشاهد، فما مشهد قام به دليل المفتاحي وقت لي هبطوا شورب يستعملوا امه باش يهبطوه، مشهد هذاك قوي برشا. وفما مشهد الأخير العركة مع شورب اللي مازالوا ما شافوهاش لعبات مازالوا ما شافوهاش، المشهد هذاك معناها قليل وين نصوروا حاجة ونكون فرحان 100% كنت متأكد اللي هو فرحان برشا. و معز كلمة الختام، كلمة الختام اللي احنا اجتهدنا شخصيا كي عيطولي في مسلسل راهي مسؤولية ما يا يعني نحمل المشروع يا لا. في شورب قبلت على خاطر حسيت فيها مشروع مهم زاده، كنت موجود في شورب وحاولت اني نعطي 300% نتاعي. وين باش يتوجدوا مشاريع انا باش نكون موجود، وين باش نحس روحي نقدم الاضافه باش نقول اي. اليوم المشهد الدرامي يمشي ويكبر في تونس، نحب اللي التنافس يكون اكثر نزاهه اكثر من هكا على خاطر اليوم يظهر لي عيب انه كمسلسل ينجح انه نحاولوا انه بطرق ماهيش حلوه وما تشرفش اصحابها انه نحطموه ونكسروه ونقلوا من قيمته على خاطر ماناش احنا اليوم اللي باش ندافعوا عليه. شورب عنده الجمهور نتاعو اللي هو قاعد دافع عليه. اليوم انت كي تسب شورب كانك قاعد تقل من ذكاء المتفرج التونسي، وهذا عنده الحق يسب هنا. لا كي تسب كي تنقد تفضل، كي تنقد اي، اما كي تسب او تحاول تشوه مسلسل شو الفرق ما بين النقد والسب؟ لا النقد ينجم يقدم بيك، اما السب ينجم ايش نوع الفرق توا ذوما مش ينجموا يعمل شنو هو الفرق ما بين النقد والسب؟ النقد انا قلت لك كي تنقد تنقد كي تنقد فما طريقه للنقد اول حاجه، والنقد الغايه نتاعو هي انك تفيق اللي قدامك على اخطاء صارت، لكن وقت اللي نخليه الماده تكنيكمو استيتيكمو على مستوى السيناريو على مستوى الاداء ما ننقدوش هذا الكل ما نحكيوش على هذا الكل ونحكيو في امور جانبيه
على شخصية شورب وإلا على الامباكت دو شورب وإلا على حاجات هذا ماهوش نقد هذا ولا عملية محاولة فاشلة باش نطيحوا من قيمة المشروع. أنا نتكلم هكا على خاطرني جو في بارتي من المشروع دونك كي تمس المسلسل ولا تمسيت مجهود ناس كاملة. احنا في 6 جمعات عملنا ريكور احنا كان علينا ضغط نفسي لتو مازال ما تنحاش ضغط نفسي كبير ياسر. احنا خدمنا حاربنا وانت تعرف واختارنا من حكاية انت منشط انت لا لا منشط لا لا انت موجود وانت تفهم فيه ايش قاعد نقول وتفهم اللي احنا عادينا سواع وليالي وتجوزنا وقت التصوير وعملنا 24 ساعة وعملنا 20 وتعاركنا وكل واحد فينا اللي يطيح مورال والاخر يقيم ويهز وكذا هذا كل ما هواش متعرفش جيدة تصور وتاخو كاشي وتروح هذا متاع ناس ممنا بالمشروع. نحكي اليوم هكا على خاطر انقذني لكن ما تحاولش تقلل من أهمية الإنجاز على خاطر راك وقت قاعد مش تستهان فريق شورب فقط بتستهان بذوق التونسي اللي التونسي اختار. التونسي اختار درناش عملنا بورت أبورت ولا مشينا قلنا العباد حبوا المسلسل. الناس حبت المسلسل على خاطر حست اللي وراه فهو مشهود وخدمة وخاطر يحكي عليهم ومسهم. دونك خلي تنافسنا محليه اللي يربح صح عليه. احنا اليوم قدمنا مشروع وفي الاخر بكلنا نجم نقول لك اللي احنا اليوم احنا انتصرنا لارواحنا. مرسي معز. تحية خاصة من المنشط برنامج عبدلي شو تايم وفرحاني بيك اللي جيت بحذانا سي معز القديري. سلمنا على لطفي نتفرج فيك وكل موش شي انسيه لك وسمعنا كأنه بالحق بالحق ضربك عيب 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 اللي يعمل فيه. تحية خاصة معز القديري. مرسي خاصة الجمهور.